السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الأهلي المصري وين يكتسح يعني القارة السمراء بالطول والعرض، يعني رابطة أبطال إفريقيا 12 لقب، كأس السوبر الإفريقي 8 ألقاب، كأس الكؤوس الإفريقية 4 ألقاب، كأس الكونفدرالية الإفريقية لقب واحد، خاطش علاه ما يبغيش يلعبها بزاف، خاطش هو دائما رابطة أبطال. الدوري المصري الممتاز 43 لقب، كأس مصر 38 لقب، كأس السوبر المصرية 14 لقب، مجموع 120 لقب دون احتساب ألقاب أخرى، 120 لقب 120 لقب، راكم عارفين 120 لقب. والله ما شفنا يعني كل عام يديروا لانيفيرسير لي سيبورتير تاعهم، مش لي سيبورتير تاعهم الضغط كيفاش كي نهضروا على الضغط. الضغط عندهم خبره، حتى وين عندهم خبره، مش يقايسوا بالحجره يقتلوا 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 شعبي ولا حاجه، لا مش الضغط مش كيما هكا، ماشي الضغط تاع يضرب كاشيات ويدخل لك مسا دارها بيا الشيباني دارها بيا التبهليل، واحد داير بدعيه داير بدعيه واحد داير، لا ضغط ضغط تاع بصح كي تتفرج كمل بارتيه، ضغط تاع بصح كي يقول لك نادي قومي نادي قومي نادي جمهور منتخب الوطني المصري الاهلي جمهور مرتب، ما غيري كنت باغي الترجي التونسي يفوز بصح لازم نهضروا ونعترفوا كرياضيين. حياه كبيره اخويا، وانتي وجه نادي الاهلي المصري يوم السبت بالدوري ابطال افريقيا بعدما يعني بعد ما فوزي على الترجي التونسي بهدف مقابل صفر في اياب نهائي منافسه على الملعب القاهره الدولي، وسجل الهدف التتويج اللاعب الترجي يعني خطأ ضد مرماه في الدقيقة الرابعة، حيث عرف النادي القرن الإفريقي كيف يحافظ على النتيجة في بقية أطوار المواجهة، ما رجح كفته لحمل الكأس الغالية مستفيد من تعادل السلبي الذي عاد به من تونس في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي. ويواصل الأهلي تحطيم الأرقام القياسية بتحقيقه اللقب رقم 12 في تاريخه، معزز رقمه القياسي في سجل المنافسات الأندية الأغلى في إفريقيا، كما يعتبر هذا اللقب والثاني على التوالي والرابع في آخر خمس مواسم، خمس سنين برك خمس سنوات. لينصب العملاق المصري نفسه مالك على عرش القارة السمراء، وبهذه السيطرة الأندية المصرية على المنافسة القارية هذا الموسم، حيث كان الغريم التقليدي الزمالك قد توج بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، كما أن يعني كأس السوبر الإفريقي سيكون مصرية خالصة عندما يتواجه يعني ناديين في ديربي مثير كذلك. كيفاش الناس كيفاش تخدم، هادو الناس اللي يخدموا، هادو الناس اللي يخدموا، لازم هادو هما تدي منهم النقاط الايجابيه، هادو هما. شوف كيفاش شي الخاطب تسيبو متصور مع جوار ويدافع على جوار يدافع يعاير في الاربيت ويعاير، لا مش كيف كيف، بس احتراف يعني احتراف احتراف بمعنى كلمه، لازم تحترم النادي، لازم تحترم النادي، لاعب لازم يحترم النادي، يطرد لك لاعب مهما يكون الوزن تاعو والله ما على باله، لاعب مهما يكون الوزن تاعو والله ما على باله، هيا ديكاج نجيبو 10 كيما انت. ها الناتج الى الدوله تعطيه الدراهم يعرف كيفاش يجيب الدراهم، يخسر الدراهم يعرف كيفاش يجيب الدراهم. شو كيفاش انا والله مش الانديه المصريه من العام لعام، الزمالك ولا الاهلي يديروا لانيفيرسير لي زيكيب تاعهم، يزهاو في الريح تاع ما يزهاوش الريح، هما كي يزهاو بلقب ذهبي. شو كيفاش هما كي يزهاو بالقاب ذهبيه، ها الناس اللي تخدم يقول لك حنا نخدموا، اش
شفت الناس اللي تخدم كيقول لك حنا نخدموا صح يخدموا مالك يعني رغم قيمة التحقيق البطولة المحلية إلا أن التحقيق اللقب القاري له لذة خاصة لجميع الأندية الإفريقية، ومجرد مشاركة في تلك النوعية من البطولة يعتبرها اللاعبون والجمهور هدف، أما الظفر بالبطولة منها فيكون كافيا في كثير من الأحيان للشعور بالتشجيع الكروي. وكما هي العادة في كل القارة تحتوي على بطولتين على الأقل للأندية بشكل موسمي، مع بطولة كأس سوبر، والجميع يركض من أجل التتويج بهذا اللقب الثمين من ناحية القيمة المعنوية وكذلك كمصدر للدخل. وفي النظر الكثيرين فإن التتويج القاري هو معيار تقييم قيمة الأندية، ولعل أن الصراع بين الأهلي والزمالك في إفريقيا على اللقب نادي القرن العشرين وقائم حتى وقتنا هذا يوضح حجم وأهمية الفوز بالبطولات القارية. وفي أوروبا تدفع الأندية الملايين فقط من أجل حمل ذات الأذنين، ولكن في الوقت نفسه فهناك أندية سواء في القارة العجوز أو غيرها وإن حققت إنجازات فوز بالألقاب القارية في العديد المرات حتى صارت بمثابة تقاليد، ومعها أخذت العراقة لا مثيل لها في الأسطورة. يعني من ريال مدريد هو الأكثر فريق فاز بالبطولة القارية عبر التاريخ، حيث حقق 29 لقب بواقع 14 لقب دوري أبطال أوروبي ولقبين لكأس كؤوس العرب الأوروبية وخمس ألقاب للسوبر الأوروبية. ويضيف إلى هذا اللقب تتويج النادي الملكي بلقب كأس العالم للأندية 5 مرات، فضل عن 3 ألقاب للكأس يعني وبعد الرياض يأتي الأهلي المصري كثاني أكثر فريق تتويج بالألقاب القارية، حيث حقق المارد الأحمر إجمال 25 بطولة بواقع 11 لقب دوري أبطال إفريقيا و4 لكؤوس كأس الكؤوس الإفريقية واللقب يعني الكأس الكونفدرالية و8 ألقاب لكأس سوبر واللقب وحيد في كأس الأفرو أسيوية. ويأتي النادي المصري يعني ويلي نادي المصري نادي الأرجنتيني العريق بوكا جينيور وتحقيق 22 بطولة، ثم يحل برشلونة في المرتبة 4 ب20 لقب قاري بالتساوي مع يعني نادي أرجنتيني. ريال مدريد 29 لقب، الأهلي 25 لقب، بوكا جينيور 22 لقب، برشلونة 20 لقب، نادي آخر أرجنتيني 20 لقب، ميلون 18 لقب، ليفربول 14 لقب. واخويا لا بيت هدر أو لا بيت هدر، هذه هي لا بيت هدر. إذا بين حضروا كرة قدم ما حضروا أكتشو كيفاش هايو. هذه هي وين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا نسخة 2021-2022-2023، يعني وين شاهدنا الوداد البيضاوي بطل الدوري. هذو الأندية اللي غادي يتأهلوا صحيح، الهلال السعودي، الريد الياباني، العين الإماراتي، تشيلسي بطل دور أبطال أوروبا، ريال مدريد. يعني كاين هذو الأندية هذو اللي راهم تأهلين، راهم تأهلين تأهلوا لكأس العالم للأندية. ايوي او اسرع وقيلة اسرع هدف وقيلة لا لا مشي أسرع هدف ترجي لا ترجي هو في 2010 في 2000 فانيك ترجي الأهلي يا ربي هذا مبكر يعني في 2015 هذو هما الناس هذو هما الأندية اللي تخدم خويا. هذوما الأندية لازم تتعلموا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.